يعني انت عارف اي انا هطلب منك ايه؟ سيدنا تقول النبي. ايه؟ يبقى حاجه لسيدنا النبي بقى صح؟ سيدنا النبي طبعا، اللهم صل عليه. بس بنت ابن سيدنا النبي. شلها ستنا. ستنا. ستنا زينب. عندك حاجة لستنا؟ والله ما يعني يعني والله ما حصلش، بس كنت عندنا. أي حاجة لا كان عندنا عندنا. أنا جاي لك، ده أنا عاملها ستنا زينب. يا والله أنا جاي لك. كده بقى أنا الحلقة كده خلاص. مصطفى عاطفي. مش عايزة حاجة تاني. كلمني. أنا كنت عملتها، اللي كتب الأغنية دي واحدة واحدة الشاعرة مسيحية. اسمها إيريني. بجد؟ والله العظيم كتبها في ستنا زينب؟ هي كتبها محبة. فأنا قلت لها هستأذنك يا إيريني إن أنا هغني الأغنية دي لستنا زينب، أنا بحبها. الله. قالت لي بص تسامح. أنا متأكدة قالت لك قالت لي جدا جدا عشان دينهم تسامح. انبسطت قوي، انبسطت كمان. وبعد كده أنا بقى وأنا ماشي بقى يعني لما أول ما نزلت الأغنية لقيت مصطفى عاطف بيكلمني يقول لي مبروك على الأغنية، أنا في ستنا زينب والدراويش بيقولوا لي أنا جاي لك. يلا 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 بقى يلا. مدد نظرة ومدد نظرة ومدد. Again.
النبي طلعتي خير البريه، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قمر 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 البداية وكوكب العناية الربانية ومصباح الرحمة المرسلة وشمس دين دين الإسلام. ما بقوش بيكفوني آية نظرته انت العاشق ده، بطلب نظرة عين ليلة نظرته انت العاشق ده، بطلب نظرة عين عين لله. لا ستنا نظرة ومدد يا ستنا. طيب بص.